طبعا. هو وليد كابتن علاء خلص الكلام على وليد، قال ان وليد يا جماعه الراجل ده من اللعيبه اللي مش يعني مش هقول مش هيجي تاني، لا هيجي تاني زي وليد، وممكن يجي احسن من وليد وكل حاجه، لكن في العصر اللي احنا فيه او في الوقت اللي احنا التوقيت اللي احنا فيه ده ما فيش لعيب بقيمه وليد سليمان. خلي بالك وجوده في الملعب بيريحنا احنا كمشاهدين. طبعا يا كابتن، طبعا طبعا، يعني الراجل ده فعلا يعني قيمه كبيره جدا، ولازم زي ما الكابتن علاء قال اللعيبه اللي موجوده مش شرط يكون ناشئ، لا اي لعيب جنبك جنب وليد سليمان يا جماعه لازم يتعلم منه، لازم يتعلم منه الروح، لازم يتعلم منه الاصرار ان هو في اخر دقيقه ممكن يكسب فرقه. يعني انا لو وليد بيلعب جنبي انا فعلا زي ما انت بتقول يا كابتن ايمن انا ببقى مطمن، لان وليد فعلا من اللعيبه اللي تريحك او اللي تطمنك. يعني انا لما بنكون بنبقى موجودين بيبقى جنبك ابو تريكه وبركات عماد متعب، الناس دي بتبقى مطمنه كابتن علاء ان انت الماتش خلصان، يعني ما يعني بيريحوك بمعنى كوره. عايز بس اتكلم على في حاجه انا حسيتها، ان وليد لو اي حد بيتفرج على الكوره حتى الكابتن محمد حليم قالها، ان في اتفاق بين وليد وبين اجاي. انا متاكد ان هم مش متفقين. هي الكوره والفرصه هي اللي هيأت ان الاثنين يعملوا الحركه دي في جزء من الموقف، في جزء من الثانيه. لكن هو اي حد يشوف الكوره يقول لك ده متفقين، لكن هم مش متفقين خالص. يعني هي بتبقى زي ما الكابتن علاء قال جزء من الثانيه، الراجل وليد خد القرار واتحرك قبل ما المدافع يفكر حتى هو وليد هيعمل ايه. ايوه سبقه بخطوه خلاص خلصت، حتى الفينش بتاعه يعني حاجه جميله جدا جدا جدا. فالنهارده بنحيي وليد سليمان على الاداء النهارده، بغض النظر عن الجون حتى في كام كوره الراجل كان بينزل يدافع يا كابتن علاء وهو جاب جول، وهو احنا كسبانين وبينزل، حتى احنا اتكلمنا مع بعض فيها لحد ال 18 بتاعنا، فدي حاجه تتحسب له بصراحه. وليد من اللعيبه المحترمه جدا، مبروك للنادي الاهلي طبعا، ويعني خلاص انت بتقرب من حسم اللقب ال 42، ربنا يكرم ان شاء الله في الماتشات اللي جايه باذن الله.